يقول لك لو كنت فاهم العرس والكنه يدخل ابليس الجنه، هذه من بكري يقولها كاين ولا ما كاين. شوفي بالنسبه لنا العرس ما تقدرش تعيش مع الام نتاعك ولا عشت تحت ضغوطات. كاين اللي تقبل تعيش بصح عندها ضغوطات من ناحيه الزوج، كاين اللي ما عندهاش ضغوطات من ناحيه الزوج تعيش وحدها. وانا بالنسبه لي انا ام اللي حملتني 9 شهور وربيتني وكبرتني وتعبت عليا ما نخليهاش. ايش مرتي ما تقبلش بصح انا اخويا معايا ما نخليهاش. بالنسبه للبنات هذم اللي جايين يتزوجوا تفكروا والديكم كيف كنتوا قبل ما تجي مع يماك وباباك، قبل ما تتزوجي مع الزوج هذا الراجل راح تديه تفكري شكون اللي رباك، يماك وباباك. وانت ثاني عندك خوك راح يجيب لك عروسه ولازم ديرها كي اختك ولا لا ما يقبلوش من المشاكل الاسريه. ستادير تقول لك العجوز تعسني تدخل لي في حياتي تبدل لي العقليه تاع راجلي تاع الزوج نتاعها. بار اكزومبل تجي تصرفي انت حاجه على يماك ولا حاجه تشري لها تقول لك بالك راح يصرف على يما على اختي وعلى حاجه ما تخليش تصرفي عليها.